شفنا بك يا حلو. يا لبيه بديت الزين والله، بديت الحلا كلها هلا يا حلوة. عاد يضيفك لو سمحتوا، هذول قاعدين يلحقوني من اليوم، هذول الثلاثة هذول من اليوم قاعدين يلحقوني، أنا مرة خايفة. بس الله يسعدك تكلمهم أو شيء. الموقف كان صعب ومؤثر على الناس، وكلنا منتظرين نشوف هيحصل إيه. بضيفك وامشي ترى. سمي فين؟ يكلمني؟ لا يكلمني. لا تعرفه؟ هو يكلمني. تعرفه؟ كلمه حلا. تعرفه؟ لحظة أنت فيك؟ يلا يلا. فهمت يعرفه يا أخوي. حلال عليك حرام علينا. أيها الأخوة في الإسلام. إيش فيش دخل؟ أخوه ولا مو أخوه؟ وده كان تصرف من القلب بجد. هذه الحركة ما زينة. أنا بكلم الشرطة ونشوف. صدقها أنت؟ ليه ما صدقها يعني؟ يعني البنت قاعد تبكي مو شايف حالتها أنت؟ البنت قاعد تبكي مو شايف حالتها أنت؟ طيب لا تعالي تمشي معي، أنا بوصلك لغاية آخر الشارع. بس كله من أي شكل؟ ما عندك خوات؟ ما عندك خوات يا حبيبي؟ ليه شو سالفة؟ أنا هي خايف نقول شيء حقول. لا وتفلى ترضاها على أمك؟ طيب ما حد كلمها؟ إيش أنا بفقني سامعك، كيف ما حد كلمها؟ وش الفايدة؟ خلاص تكلمتها ما تروح، بجي الله يسترعك، خلي البنت تروح، إيش تبيب؟ خلاص روحي امشي على البيت، لا تطلع عليهم. أجبر نفسي من كذا، ولابسة عباية واسعة ومغطي على رأسها، إيش تبغى من كذا؟ وبدأ الانفعال يزيد. أيوه بس تقولها للرجال تقولها يلحق صح؟ بالحلال والله ترى من صوتك بالشرطة الحين خلقت لكم مشكلة. تبكي؟ صدقها أنت؟ إي أصدقها، ليه ما صدقها؟ ليش مصدقها؟ ليش قاعد تنافخ أخوك؟ ها؟ ليش قاعد تنافخ؟ ليش قاعد تنافخ؟ شو اللي خلاك توصل لمرحلة الضرب على طول؟ أنا المرحلة إنه البنت قاعد تصيح، صراحة كسرت خاطري كثير. بنت وتستنجد وما أدري وش أسوي، أنا قلت لها روحي بمشي يعني بمشي كذا وراك، إذا حد عكس فوصل لغاية البيت وخلاص. ما سوينا شيء، هذا حق واجب يا أخوي، إحنا رجال وبوجينا شوارب، أجل وش الفائدة؟ الواحد يتجنب أعراض الناس ويشوف إن أي وحدة تمشي في الشارع مثلا يعتبرها واحدة من أهله يعني، أنا زي هذه والله اعتبرتها واحدة من أهلي ما أرضى. كيف ممكن نحد من هذا الموضوع في العالم العربي بشكل عام؟ من خلال البرامج هذه، من خلال التوعية، من خلال زي البرامج هذه، إن شاء الله بإذن الله قادرين نوصل الموضوع للناس الثانية. وإحنا اليوم في 2022 يعني ما عاد في شيء اسمه تلطيش في الشارع، ما عاد في شيء. الناس عدت هاي المراحل، تجاوزت هاي المراحل، فخلونا إحنا يعني نقول نعدي هاي المرحلة ونكون أفضل من كذا، التعليم والرقي والتفاهم والأخلاق. إحنا عرب يا جماعة. يعني أخلاقنا المفروض تكون أفضل من كذا.